سقطتها سقطت. غوريلا مان. دي المبادرة بتاعتنا نحن لهم. لرعاية الأطفال فاقدي السند. كان قبل كده جبنا التلفون بتاع الراجل المسؤول على المبادرة دي للناس اللي عندهم رغبة في دعمهم وكده يعني. السيناريوهات المتاحة قدام المجلس العسكري محدودة جدا يعني. إلى الآن هم بيراهنوا على عامل الزمن، وشكله عامل الزمن ما ماشي في صالحهم، لأنه المواكب زايدة والاعتصام بيقوى والمواهب بتكتر والأفكار بتكتر.